العضله كلها طول الوقت. تاني حاجه انت بتلعب على النيجاتيف، يعني مش مضطر ان انت تعمل كده، تعمل كده تنسى الراحه والتركيز في النازله. لا انت تركيز في الحركه النيجاتيف، يعني مثلا ينزل 3 ثواني، ينزل 3 ثواني يطلع في ثانيتين او في ثانيه ونص. طب شوفوا عايزين نتكلمكم عن ايه؟ العضله الجايه؟